الله على حضرتك. مساء الخير يا كابتن ابراهيم، مساء الخير يا كباتن. مساء الخير يا كابتن. النهارده المباراتين الغزل المحله والزمالك، ثم مباراه سموحه وبيراميدز. كان طاقم التحكيم في مباراه غزل المحله والزمالك عبد العزيز السيد، معاه سامي هلال، معاه يوسف البساطي، والحكم الرابع كان محمد العتباني. كان على تقنيه الفار الحكم محمد الشناوي اللي هو يعني ابن بورسعيد من بورسعيد وشهاب راشد. نشوف بعد كده. أول حالة هدف المحلة، أنا عايز أقول بهنا قيمة الفار. شوف اللعبة طبعا باين اللاعب اللي مغطي، لكن ليه أنا بقول قيمة الفار؟ عشان الماتش الجاي، الحالة اللي في الماتشات الجاية. طبعا هنا التسلل مش موجود، لأن في اللاعب أهو بتاع نادي الزمالك واضح جدا إنه مغطي الخط. لا خلينا بس نشرح حاجة مهمة، في خط أزرق يخص المدافع كويس، وخط احمر يخص مين؟ المهاجم. مين الاقرب لخط المرمى، الازرق ولا الاحمر؟ الازرق، معناها ان مفيش تسلل. لو كان الاحمر مكان الازرق يبقى التسلل موجود. سهل كده عشان الناس كلها عماله تتكلم في حته الخطين اللي بيطلعوا. اذا النهارده ساعات تبص تلاقي ان هم ملاصقين لبعض، الازرق والاحمر. نبص نشوف الازرق الاول ولا الاحمر، وعلى ضوء بيتحدد التسلل. طبعا التسلل مش موجود والهدف هدف صحيح. هنيجي نشوف الحالة اللي جاية دي، حالة مهمة جدا. اللاعب بينفرد النهاردة هنا، يعني حارس المرمى خد الكورة كله يخبط فيه المهاجم، هنا الالتحام جاي من المهاجم. ان بص هتلاقي الحارس بيمسك الكورة اهي، بس نرجع نشوف اول ما يمسك الكورة نقف اهو، خلاص هو خد الكورة. انا عايز اقول ما تجيش تقول ايده وجسمه، حارس المرمى داخل منطقه الجزاء له الحق لعب بايده، اعتبر ان ده مدافع وداخل حط رجله كده ولعب الكره ورجعها. هل هنقدر نحتسب عليه فاول واللعيب ما يجي يقع؟ طبعا لا. اذا النهارده رايح بدري يا كابتن. ها رايح بدري؟ ايوه. لا وماسك الكوره يعني، خد الكوره. رايح بدري وخد الكوره. اذا الالتحام هو واخد الكوره. اذا النهارده الالتحام جاي من المهاجم لحارس المرمى، اذا ما فيش اي خطا ارتكبه الحارس. نيجي التسلل هنا، ادي بقى شوف الخطوط، هتشوفوا الخطين. انا بقول الكلام ده ليه؟ انك هتشوف الخطين. طبعا هيطلع هنا بقى، بص الخطوط، نرجع بس الخطوط يا عاطف. بص اهو الخط الاحمر اقرب، يبقى التسلل موجود اللي هو بتاع المهاجم اللي هو لاعب نادي. هي المشكله بس ان الكره مش باينه لنا، الكره طلعت ولا ما طلعتش؟ يا لا هي من هنا كانت طلعت. ما هم خلي بالك هو اللي بيشوف اللقطه بيجيبها، لحظة لعب الكرة هو عنده على البار، في حاجة اسمها بيوسع البتاع ما تطلعش عندك على الشاشة، عنده هو إمكانيات تانية في غرفة الفار. لكن هو خلينا نقول الحاجة، راجع راجع يا كابتن، إن الخطين خلاص طالما الخط الأحمر هو اللي مسابق يبقى التسلل موجود. هنيجي بعد كده نشوف ركلة جزاء ولا لا للنادي الزمالك. هل الكورة جت في الإيد؟ هنشوف. طبعا طبعا هنا بقى دي ركله الجزاء اللي اتحسبت. الناس هتيجي تقول لك الفار ممكن كان عطلان في الوقت ده، لكن هي ركله جزاء. ليه؟ انا مش نرجع معلش يا عاطف. هنا بص الكره بياخدها لاعب نادي الزمالك، بص بيمد الكره، بص الرجل بقى امتدت، خدت الكره، خدت بقى رجل اللاعب اللي بينقلها، الرجل اللي بتتنقل عشان ورا الكره خلاص خبطت فيه، فالفاول موجود وركله الجزاء. ركله الجزاء صحيحه، ما فيهاش اي حاجه، خلاص العرقله اصبحت واضحه جدا. طبعا هنا هجمه واعده كان المفروض ياخد انذار، بتتشال انذار عشان ركله الجزاء. نيجي اللعب، هل في هنا لمسه يد ولا لا؟ طبعا يعني اعتراض من لاعبي نادي الزمالك، لكن هنا الفار بقى اشتغل. شوف التفاوت بقى، بص الكره بتيجي فين؟ في ركبه اللاعب، ولسه كمان في اعاده ثانيه هتوضح اكتر. اهي من هنا بقى، اهي جايه فين؟ في ركبته. حتى في الثانيه لما جت هتلاقي بص الايد بعيده وبتيجي بصدره اهي، مش في اهي ايده بتنزل وجايه بصدره، ما جاتش في ايده الثانيه. اذا النهارده لمس اليد مش موجوده، وقرار استمرار قرار صحيح من حكم المباراه.